قال مسؤولون في إقليم كردستان إن صاروخا سقط بالقرب من مطار أربيل عاصمة الإقليم في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء دون أن ترد تقارير عن سقوط ضحايا. قال شهود إنهم رأوا عمودا من الدخان تصاعد من تلك المنطقة. كانت قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية قرب المطار الدولي في أربيل قد تعرضت لوابل من الصواريخ في شهر شباط الماضي ما أسفر عن مقتل متعاقد عسكري. تفاصيل أكثر حول هذا الحادث ينضم إلينا الآن من بغداد مراسل المملكة عمار ماهر. عمار، إذن آخر التفاصيل والمعلومات من مصادر أمنية فيما يتعلق بسقوط هذا الصاروخ على مطار أربيل. نعم طارق، آخر التطورات فيما يخص استهداف مطار أربيل هو البيان الرسمي الذي أصدرته القنصلية الأمريكية في أربيل، والتي أكدت أن طائرة مسيرة هي التي استهدفت هذا المطار بقبل من قنابل التي ان تي، والتي استهدفت موقعا قيد الانشاء في هذا المطار، والذي كان من المفترض ان يستهدف قوات التحالف الدولي وتحديدا القوات الامريكيه. بالتالي استمرت البيانات التي رفضت او ربما ادانت هذا الاستهداف ابتداء من ورئيس من وزير الخارجيه السابق هوشيار زيباري، والذي اكد على ان استهداف أربيل بصورة عامة ومطار أربيل تحديدا هو محاولة لزعزعة الأمن في هذه الإقليم الذي يمثل أمن العراق بصورة عامة وأمن الإقليم في هذه المحافظات الثلاث. أيضا كان لي رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البرزاني بيان مهم أكد فيه أن الجهات التي استهدفت هذا المطار هي نفسها الجهات السابقة التي استهدفته بصواريخ الكاتيوس. هذا يؤكد على أن هناك جهات خارجية تحاول أن تزعزع الأمن النسبي في هذا الإقليم الذي يعد هو جزء مهم من العراق. هذه البيانات الرسمية تؤكد وأشارت إلى أن جهات خارجة عن القانون أو بين هلالين الاتحاد الشعبي كما تتهم هذه البيانات هو المسؤول عن استهداف هذا المطار، الجهات الموالية لإيران أو ما تسمى بالفصائل الولائية، والتي أكدت البيانات السابقة أنها 30 فصيل هي التي استهدفت هذا المطار. هذه البيانات استبقت هذه التحقيقات، هناك لجان بدأت على من هو المتسبب بهذا الاستهداف، لكن أصابع الاتهام طارق أشارت إلى أن جهات موالية لإيران هي التي استهدفت هذا المطار في محاولة لإرسال عمار. طيب، يعني المميز بهذه الضربة اليوم كما تقول هي ضربة صاروخية من طائرة مسيرة وليست كما اعتدنا خلال الأشهر والسنوات الماضية بعمليات قصف بصواريخ أرض أرض كاتوشا أو غراد على مناطق تتواجد بها قد تكون مصالح أمريكية. اليوم حدثنا أكثر عن مطار أربيل، هل تتواجد به قوات عسكرية مثلا أمريكية لغير ذلك؟ نعم طارق، هناك تواجد لقوات التحالف الدولي والتي القوات الأمريكية هي جزء منها تتواجد في محيط مطار أربيل، بالتالي تتولى قوات البيشمركة القوات الداعمة لها ضمن حدود إقليم كردستان حماية هذه القوات المتواجدة ضمن التحالف الدولي ضمن الاتفاقية التي عقدتها الحكومة العراقية. بالتالي هذا الاستهداف هو محاولة كما أشارت حكومة إقليم كردستان لزعزعة الأمن وأيضا إخراج هذه القوات أو حتى إيصال رسالة إلى أن أذرع إيران تستطيع الوصول إلى أي مكان في العراق سواء في جنوب العراق أو في شماله وتحديدا في إقليم كردستان الذي هو يعتبر أكثر إقليم أمانا في عموم المحافظات العراقية. هذه البيانات وهذه الرسائل وهذه التهديدات هي محاولات تأتي ضمن الرسائل التي ترسلها الجهات الموالية لإيران أو الفصائل ما تسمى داخليا بالفصائل الولائية بأن وجودها لا يزال حاضرا وأنها تستطيع تهديد أي مكان ضمن الجغرافيا العراقية في 15 محافظة بالإضافة إلى 3 محافظات في إقليم كردستان. اليوم كان هناك اتصال مهم لمسرور برزاني رئيس إقليم كردستان مع الرئاسات الثلاث في الاتحادية في بغداد، والذي بمجمله هذا البيان أكد على أن هناك جهات خارجية تحاول زعزعة الأمن في عموم العراق إضافة إلى حكومة إقليم كردستان التي أكدت في بياناتها الرسمية أنها تمتعض وتؤكد أن كل هذه المحاولات لن تغير خارطة الأمن الذي تحافظ عليه. بالتالي في السابق كانت هناك محاولات بصواريخ الكاتيوشا، هذه المرة اختلفت هذه الاستراتيجية التي تتبعها هذه الفصائل الموالية بأنها استخدمت طائرات مسيرة، هذا يدل على أن
هناك استراتيجية جديدة تتبعها هذه الجهات أو الفصائل كما تسميها الجهات الحكومية بالخارج عن القانون، تحاول أن تزعزع الأمن في عموم هذه المحافظات وأقليم كردستان الذي يشهد أمنا نسبيا كبيرا بوجود قوات أمريكية وأيضا قوات التحالف الدولي بعنوان كبير أكدته الحكومة العراقية خلال بيانات كثيرة. طب عمار، يعني بعض المصادر تتحدث عن تبني لجماعة تدعى بسرايا أولياء الدم، هل هناك معلومات عن هذا الفصيل لو افترضنا صحة هذا التبني؟ نعم طارق، هناك 4 فصائل أعلنت أنها تسمي بين نفسها بين هلالين فصائل المقاومة، منها كتائب حزب الله، منها ربع الله كما يسمى بالدارج العراقي، بالإضافة إلى هذه الفصائل التي اعتدنا على تسميات جديدة. لكن بمجمل طارق، بمجمل هذه التسميات هي تقع تحت غطاء واحد، هي الفصائل الموالية لإيران. كل هذه الخرائط أو كل هذه العمليات السابقة التي استهدفت مطار أربيل أو استهدفت قاعدة عين الأسد أو استهدفت حتى قاعدة بلد قبل أكثر من أسبوعين، كل هذه هي رسائل واضحة أن إيران لديها تواجد ونفوذ في بغداد وفي كل هذه المحافظات، وأن الحشد الشعبي بحسب البيان الرسمي الذي أصدرته القنصلية، هذا ربما مؤشر خطير طارق، دعني أؤكد على هذا الموضوع. البيان الرسمي الذي أصدرته القنصلية الأمريكية وحددت فيه أن فصائل الحشد الشعبي أو الفصائل الولائية تمثل تهديدا للوجود الأمني العراقي ولوجود القوات الأمريكية تحت غطاء التحالف الدولي، بالتالي هذه رسائل واضحة على أن أذرع إيران تستطيع استهداف أي مكان في العراق سواء في إقليم كردستان أو خارج إقليم كردستان. عمار ماهر مراسل المملكة من بغداد، أشكرك على كل هذه التفاصيل.